العالم الإسلامي يرد على الإساءة لسيد الخلق المصطفى صلوات الله عليه وسلم باحتفالات خاصة اختلفت من بلد إلى آخر. الاحتفال في الجزائر كان بافتتاح قاعة الصلاة بجامع الجزائر وتكريم حفظة كتاب الله، وهو رد مثالي لمن يريد التنكيل وتشويه سمعة رسولنا لأحسن شخصية في العالم على ممر الأزمنة. ماليزيا، الصين، إيران، تركيا ودول عربية أخرى ارتأت تنظيم احتفاليات كبيرة نصرة للرسول وتمجيدا للإسلام. أنا أظن بحمد الله تبارك وتعالى أنه أقوى رد على الإساءة هو فتح المسجد الأعظم في الجزائر في ليلة مولده صلى الله عليه وسلم، يعني وكفى بذلك، يعني هذا يكفي. يعني صح نرد احنا بذكر خصال النبي صلى الله عليه وسلم، ونرد حتى ربما بالمقاطعة، ونرد حتى بالمظاهرات، ولكن أقوى رد أننا دشنا صرح عظيم انطلق منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيت الله تعالى المتمثل في المسجد الأعظم. إذن تعددت طرق الاحتفال، لكن الهدف يبقى واحد، فنصرة الدين الإسلامي والدفاع على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الهدف الأسمى ورد الأمثل لهكذا استفزازات.